وفي الشأن المصري أيضا، ووسط حملات تروج لتعديل الدستور المصري وأخرى مناهضة، قال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق ورئيس لجنة الخمسين لوضع دستور عام 2014، قال إنه إذا تم تعديل الدستور يجب أن يتم باحترافية شديدة وبمشاركة الأحزاب. وأضاف موسى: الدستور ليس ملكي، وأنا وضعت مواده وتركت الأمر، وإذا طلب تعديله يجب التعديل وفق ما نص عليه الدستور ويتم بطريقة محترمة، والدستور نص على التعديل. من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين المصريين إن الدستور الحالي ليس هو الأفضل، ويمكن تعديله لأن الدساتير يصنعها البشر من أجل تحقيق مصالحهم، لكنهم عندما يستشعرون أن هناك ما هو أفضل فيمكن أن يجري التعديل طالما أنه لا مساس بالمواد فوق الدستورية وأن هناك إرادة شعبية لذلك. ينضم لنا عبر الهاتف من اسطنبول دكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة. أهلا بك معنا دكتور أيمن. وفي أي سياق يفهم كلام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عام 2014 وسامح عاشور نقيب المحامين وأيضا عضو لجنة الخمسين حينما تحدث وقال عمرو موسى أن الدستور يجب إذا تم تعديله يجب أن يعدل بطريقة احترافية وبطريقة محترمة وطبقا لما نص عليه الدستور، وسامح عاشور يقول له يجب من الممكن أن يعدل لأنه هذا الدستور ليس هو الأفضل. بالقطع هذا الدستور ليس هو الأفضل، وبالقطع أن التعديل الذي يعني يخطط له هو الأسوأ من بين أي تعديلات تمت على الدساتير المصرية. عادة الدساتير تذهب إلى الأمام ولا تعود إلى الخلف. ما يحدث من ترتيبات الآن هو عودة خطوات إلى الخلف إلى ما قبل الدستور 2012. بالمناسبة يعني يؤسفني جدا ان انا اقول ان النقيب سامح عاشور وهو صديق عزيز هو كان زميل لنا في الجمعية التي وضعت دستور 2012 وكان عضوا في هذه الجمعية، وان كان ضمن علينا باي مشاركة في هذه الجمعية رغم وجود اسمه ضمن لجنة المئة. السيد عمرو موسى كان عضو في لجنة المئة أيضا وليس فقط في لجنة الخمسين، وبذل جهدا كبيرا في إبداء رأيه في أكثر من موضع، وكان يعني موضوعيا بدرجة أكبر بكثير مما كان عليه موقف السيد سامح عاشور. لكن الحقيقة أنا مندهش جدا أن الحديث عن هذه التعديلات باعتبرها تطوير أو تحديث أو خطوة إلى الأمام، بينما هي ردة حقيقية تجهز على كل ما تبقى من إنجازات واستحقاقات ثورة يناير. مندهش أن السيد عمرو موسى وكان رئيسا للجنة الخمسين يعني لا ينفعل دفاعا عن الدستور الذي اجتهد فيه والذي حاول أن يصنع من خلاله دستور يعني صالح للاستمرار سنوات طويلة. الدساتير لا تصنع لبضعة أشهر ولا بضعة سنوات، الدساتير توضع لعشرات سنوات. لكن دكتور أيمن عفوا على المقاطعة، ما الذي يمكن فهمه من كلام عمرو موسى أن إذا عدل الدستور يجب أن يعدل بما نص عليه الدستور؟ لأن الحقيقة في نصوص يعني ما كان ينبغي أبدا الحديث عن تعديلها مثل مدة الرئاسة أو المساس بمدة الرئاسة باعتبارها يعني تم النص على أنه لا يجوز تعديلها. فالنص أو تعديل هذا النص الذي لا يجيز التعديل هذه ليست طريقة احترافية بل هي التفاف على نص قائم نستطيع أن نقول أنه فوق النص الدستوري نفسه. لذلك عمرو موسى يتحسس جدا في كلامه نتيجة يعني حساسية موقفه أو عدم رغبته في اصطدام مع النظام الذي يعني شارك في إعطائه بعض الشرعية أو حاول أن يعطيه بعض الشرعية في النهاية. لكن هذا لا يغير من الواقع أن الذي يحدث هو عمل كارثي يتناقض مع كل مفاهيم الحرية والديمقراطية ومع كل مكتسبات ثورة يناير.
شكرا جزيلا دكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، شكرا جزيلا لك.